بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن طريقة سحب الممبرز أو الأعضاء من جروبات تليجرام. هنتكلم عن طريقتين وبرنامجين. أول برنامج اسمه تليجرام أوتو، تمام؟ فتحنا البرنامج ودلوقتي بيحمل. بنعمل ساين إن، بنختار الدولة ونكتب رقم الموبايل. بيبعت لك رسالة فيها كود على برنامج التليجرام على الموبايل. بنكتب الرقم، تمام. هو دلوقتي ان كده لوج ان. في عندك امبورت او اكسبورت فروم جروب. امبورت سي اس في لو انت عندك ملف جاهز، اكسبورت فروم جروب اللي انت بتختار جروب معين بياخد اعضاء. لو سي اس في يعني انت عندك ملف سي اس في وده امتداد من برنامج اكسل بيبقى فيه الداتا، يعني انت اصلا سحبت الداتا قبل كده. طيب احنا دلوقتي هنسحب من برنامج مثلا، قصدي من جروب موجود عندنا. هنا بيقول لك انتر كومبيتيتور جروب يو ار ال، اللي هو ايه؟ لينك جروب. ناخد اي جروب على سبيل المثال، الجروب ده بناخد اللينك ونعمل فاين. هو هنا بيغير اللينك، بيبقى ب ويب تليجرام، يعني هو غير اللينك اللي هو كان ات كذا. اكسبورت ممبرز اللي هو استخرج الاعضاء من الجروب ده، اي جروب طبعا. لو لازم يبقى الجروب ده مش سيكريت، يبقى بابليك عام، وجروب مش قناة عشان يقدر يسحب منه الاعضاء. انا خرج اول اسم، تاني اسم. هو البرنامج ده بطيء شوية بس هو بيقوم بالنتيجة. بيقعد يسحب الأعضاء، كل ما تدي وقت كل ما يقعد يسحب لحد ما يخلص الأعضاء مثلا في الجروب اللي انت مختاره. ان شاء الله في فيديو تاني هشرح فيه ازاي تستخرج الأعضاء بالتليفون بالموبايل عن طريق الترمكس وسكريبت اللي هو سحب الأعضاء تليجرام سكراب. طب احنا هنعمل ستوب هنا بقى. انتر جروب بتاعك انت او سيلكت جروب من تليجرام. فاحنا هناخد اللينك بتاع الجروب بتاعنا على سبيل المثال، الجروب ده مثلا لو قلنا مثلا بندور على الجروب نضغط فوق من على الاسم بيجيب لك اللينك بتاع، هو ده اللينك. هناخده كوبي ونضعه ونقول له اد تو جروب، يعني هناخد الاسامي اللي طلعها فوق دي ونضيفها على الجروب التاني. started adding 6 members، هو دلوقتي طلع 6 اعضاء، بياخد الاي دي بتاعهم ويضيفه في الجروب الجديد. ان شاء الله فيديو جديد هنعمله بالترمكس. سحب 8000 عضو في ثانية. نزل لي ملف السي اس بي كان جاهز. فاحنا برضو بنشرح كل الطرق كل البرامج عشان يبقى عندك خلفية. والبرامج ان شاء الله هرفعها على قناة تليجرام وهسيب فيها اللينكات بتاع البرامج. طبعا البرامج دي متكركة.
كده رفع احمد ومحمود ولحظه وبيرفع دلوقتي في احمد عيسى بيضيفه للجروب. طيب يعني كده الفكره وصلت تمام. في عندنا خصائص تانية في البرنامج، في عندك مثلا التوتوريالز، اللينك ده لو انت ضغطت عليه بيجيب لك شرح للاربع حاجات اللي البرنامج بيقدمهم، وسند بالك مسجز اللي انت ممكن تبعت رسائل الاسامي اللي انت استخرجتها دي، يعني تعمل حملة مثلا تسويق الكتروني على الناس دي تبعت لها رسائل. انا من ستوب وتعالى نشوف كده مع بعض. اكسبورت لو انت عاوز الاسامي دي تصدرها في الملف سي اس في تحتفظ بيه، لان مش كل مثلا كل شويه تيجي تعمل تصدير للاسماء. طيب سند بالك من هنا ممكن تعمل امبورت سي اس في للناس تمام، لو انت عندك ملف اجازه زي ما احنا عملنا، او اكسبورت فروم جروب لو انت لسه هتطلع. فاحنا اخترنا الملف الجاهز اللي احنا كنا لسه مطلعين الناس بتوعه، وانا هكتب هنا النص اللي احنا هنبعته في الرساله وليكن اي حاجه. يعني بنعمل سند، بيعمل سندنج كده يبدا ان هو يبعت الرساله لواحد واحد. برنامج جميل جدا نقدر ان احنا نستخدمه في التسويق عن طريق التليجرام، وتليجرام دلوقتي ليه شعبية كبيرة جدا وعليه يعني حوالي 90% من المستخدمين للواتس. كده اعتبر ده في الست successfully send message to 6 members وكده بعت للست. طيب tutorials ده هنا عندك لينكات، اللينكات دي كلها فيديوهات بتشرح لك add telegram group member و send bulk how to send bulk message export. طيب sign out احنا نخرج من البرنامج. اول برنامج احنا خلصناه اللي هو telegram auto تمام. هنشرح البرنامج التاني او التول او الاداة متكركة برضو ما تقلقوش، اسمها تليجرام سكرابر. هنكتب هنا رقم التليفون وطبعا مفتاح الدولة اللي هو 002 وبعدين رقم موبايل. طيب بعت لك رسالة في رقم حاطنا نفس الموضوع. هنا بناخد لينك الرابط المنافس، اي رابط بتاع اي جروب تمام. هنا جاب طلع لك الاسماء اهي جاهزة. طيب هنحط لينك للجروب بتاعنا احنا اللي هنضيف فيه الناس اللي طلعها، هنحطه فوق هنا select all add members or users. هنلاقي ان الاسماء بقى تطلع وتختفي كده، معناه ان هو بيضيف الاسماء. طبعا مش هيضيف بقى ال 8000 او ال 2000 او كده، هو بيبعت لمجموعة وانت بتكرر نفس العملية وتضيفهم شوية شوية. ممكن يبعت معاك 20 25 30 كده، يعني 15 9 زي ما يبعت. المهم اللي انت من خلاله تقدر تكرر العملية دي كذا مرة. هنا ضف 33 يوزر، كل شوية تاخد بقى الكمبيوتر او المنافس. طبعا ممكن تجيب جروبات مختلفة، اصحاب الجروب اللي احنا بنسحب منه ما يزالوش، لان احنا اصلا ما سحبناش حاجة، احنا بس بنعمل تيست عشان نشرح للناس عليه. البرامج دي هتحمله ان شاء الله من اللينك بتاع قناة التليجرام، هحطه تحت الفيديو. تخش على القناة تلاقي اللينك بتاع تحميل البرنامج. بالتوفيق ان شاء الله، اشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين في رعاية الله، مع السلامة.